إلى مسرح لعملية عسكرية إسرائيلية تحول حي المخفية في نابلس شمال الضفة الغربية. قوات خاصة تخفت بمركبة مدنية نفذت عملية تصفية لثلاثة فلسطينيين وقتلتهم بزعم مسؤوليتهم عن عمليات إطلاق نار على أهداف إسرائيلية. كانوا في شتل برتقاني مكتوب عليه رام الله وفي سيارة كادي. سكروا على الشباب طبعا، وقفوا بوجههم وهم جايين، وسيارة الكادي اللي نفذت الإعدام يعني إطلاق النار. أدهم مبروك، محمد الدخيل، أشرف لمبسلط كانوا هدفا للعملية وسقطوا مدرجين بدمائهم شهداء. آلاف الفلسطينيين يتقدمهم عشرات المسلحين شاركوا في تشييع الشهداء، وأعلنت محافظة نابلس ولجنة التنسيق الفصائلي فيها الإضراب حدادا على أرواح الشهداء. هذه جريمة نكراء تضاف على سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الحكومة النازية التي تمارس الإرهاب المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني لا بد لهذا الشعب أن يقول كلمته. وهذه الآلاف التي احتشدت هنا هو استفتاء واضح على خط المقاومة. عملية خلفت ردود فعل غاضبة، إذ أعلنت كتائب شهداء الأقصى التي قالت إن الشهداء الثلاثة ينتمون إليها الاستنفار في صفوفها، وتعهدت بالرد على الجريمة، في حين نددت الحكومة والفصائل بالحادثة. الاحتلال هو اليوم قام بعملية جبانة في منطقة المخفية في نابلس، قام باغتيال الشهداء. نقول لجميع العالم، نقول لأمريكا، نقول لبعض الدول المتخاذلة العربية أننا شعب فلسطين سنبقى على هذه الأرض ما حيننا، سندافع عن كرامة شعبنا، سنكون الدرع الواقي لشعبنا. عملية استحضر الفلسطينيون فيها مشاهد لم تتكرر منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. يصف الفلسطينيون تصفية الشبان الثلاثة بأنه استعراض إسرائيلي للقوة، ويتوعدون بالرد عليه عبر استمرار المقاومة ضد الاحتلال. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، نابلس، الضفة الغربية.